والله يا أحمد، على كيفك. مش من جديد. أول شيء هو سي تي سكان أكزيال سكشن أوف أبدومين أوف ميدل إيج ميل. أول شيء أنا شفت أكو ستراندينجز بالفات أفضل أوف بوث كيدنيز، أكو مالتيبل الله اي هاي دير لك بس ميديكال هيستوري أحمد، صار اكيوت ابدا من هو أي يعني عنده هيبتزي دايابيتيز هايبرتنشن دراج خلاص انتيك. ما عنده باس ميديكال هيستوري ولا باس سيرجيكال هيستوري، فقط يعني سادن اونست سيفير ابدومينال بين تندرنس. يعني حقيقة أستاذ، أنا شفت أكو أريا مال باول لوبس بالسمول باول صاير بيها ثيكنينج سراوندد باي ستراندينج بالميدل اكسلنت، صحيح. زين. Which bowel, small or large? سمول شو أرجع Small أحاول bowel. سمول باول. نعم بس. Enhance or not enhance؟ هو هو هذا with contrast طبعا. اي اي. انهانسينج بول، بس عندي اشوف عبالك كانه مالتيبل باول لوبس، يعني هي كانه اكو سكيب ليجن اكو اذر لوب فوق، يعني باول لوبس هسه هذا الاريا اللي موجوده بالليفت، خلينا نقول بالليفت الياك فوسه، هذا اللي طالع هسه بالبكتشر سراوند باي هيفي فات ستراندنج وثيكند وول انهانسد وول. أنا من شفت أكو فد أذر أريا هسه بكتشر هم طالعة بال أكو على همينة كيفك. أكو همينة أذر باول لوب، حسيت إنه يعني بي also thickening، يعني فأني يعني أول ما أجى ببالي أجى ببالي سكيب ليجن، فكرت مثلا هي إيش قد عمرها؟ 53 دكتور. لا يعني old age، أي يعني أستبعد الكرونز، مو مال الكرونز هيج عمر. يعني inflammatory process صعب، inflammatory process تريدين يعني other section other review؟ تريدين توصلين النتيجة إنه هذا قلت سكيب ليجن وهاي مالي كرونز، ايه فكرت كرونز بس تعرف عمره هاي عمره مالي كرونز كبير. أكو تايد مالي كرونز غير السكيب ليجن. شفت اني هاي الكونجستشن بالميزنتري اي اللي عافية. يكون كيف صحوا لها هاي؟ بوم ساين، اي اي سمينا ففكرت بومبس. اي واحد اي من احكي الفيتشرز مالته، اي يعني ففكرت بومب اني شاين. لهذا اجى بالي اي الكرونز يعني، بس يعني ما اعرف لانه البيشنت اولد ايج، ف يعني تخيلت انه يعني ما معقول واصل 53 سنه وهو نوت دايجنوز. لا ليش هو هم يجون بالفورث في الفيف ديكيد اوف لايف؟ ما يعني ماكو مشكله. ارجع شوي، اوقف هنا، اوقف، او لا اي ارجع هذا شوي، ارجع. عندك هذه شو اسمه بعد ايش كم ساين اكو غير الوم ساين غير السكيب ليجن التايب مال الالسريشن مالت الكرونز شلون يكون؟ يسموه يعني هو هسه افرض مثلا سوى حيكون هذا وان سايد. دايجنوز كرونز ودايتشي، يعني شو تشوفين غير تشوفين مثلا اذا اكو ستراندينج؟ فيستولا فورميشن يعني ابدي ادور اذا اكو فيستولا فورميشن اي الساين كومبليكيشن. اي عفيف كومبليكيشن مالته ابسس فورميشن، صحيح ابسس جيد. فورميشن اذا اي اي زين زين. الباتر مالت الثيكنينج مالت الوول بالكرونز انفلاماتوري بول ديزيز يمكن يكون يختلف عن اسيمتري الباقيات نفسهم كلها سيركمفرنشال موبيتي. لا عم يكون If you اسيمتري need شوي more يعني عادة thickening of the اي bowel, you have to specify circumferential, focal, long segment, short segment. هاي كلها لازم انتم تحكوها، انا مو بس لك، حتى للاودينس كلهم. احنا بدنا نعلمكم، دريتكم تتعلمون وحتى من تقرون شو اسمه، لان كل ديزيز عنده سبيسيفيك فيتشرز مال الور ثيكنينج مالت اللينث اوف ذا ليجن، مو صحيح؟ هسه شفتي انت
أنا دا أشوف إنه asymmetrical بال thickening بال wall thickening، يعني هي اسيمتريك مو circumferential، يعني خلينا صحيح، نقول هذا with لو without، with يعني with كرونزو مو both countries. إيه إيه بس both هذه countries. هنا الباور سيجمنت كلش زين. والووم ساين هذه اللي قلتي عليها نعم، اللي هي شنو شو تمثل لنا هي هاي شنو ليش تصير؟ هو يصير congestion بالميزنتري عافية الفيزر بالبس. بالفيزر او ذا ميزنتري بعد نعم تشوفيها مثل المشط اي زين. و... شفتي فيستولا انترو انتريك فيستولا انترو فيزايكال فيستولا الله على كيفك أحمد، ينزل جوا من يعمل بلادر. لا بس اكو يعني هم يعني هو حتى سراوندينج ذا يورنال بلادر ذير سراوندينج يعني ديفيوز خلينا نقول ميزنتريك سنترال سراوندينج اي سراوندينج زين. زين. شلون تتحققين من انه هذا هو هسه اوكي خلينا نقول نقول الدايجنوزيس هو الوايد تيرم اللي هو انفلاماتوري باول ديزيز حتى ما نطلع على نفسنا انفلاماتوري باول ديزيز بس شنو على مود اكثر سبيسيفيكيشن تسوين تحتاجين اذر ايميجنج موداليتي ديزيز او اسرتيف كولايتس، يعني هو هم يسوي يعني والله ما اعرف استاذ، يعني هل يفيدنا الاورال كونتراست بيجي حاله ما اعرف. اورال كونتراست زين وهسه بالجديد استاذ يسوون ام ار انتيروغرافي، ام ار انتيرو جيد ام ار اي اللي هو انتيروغرافي اكثر اللي هو اكثر يكون مور سبيسيفيك، يشوفون الباترن مال انهانسمنت، اذا كان اكو اكيوت اكزازربيشن يشوفون الانهانسمنت مال باول لوب، يشوفون البات بالوول مال، يعني اذا كان كرونيك يسموه يعني يصير الفات يعني ديبوزيت بالوول مال باول، كل اي هاي شو تفاصيل سهولها ام ار انتيروغرافي بالكرونيك ديزيز يسموها نسيت لها ناس تسمية اي الهم تسمية اوكي صح. شكرا شيماء العفو استاذ. هدى رعد ويانا نعم استاذ صباح الخير. صباح الخير سمعتي اللي هذه ابدي منين انتهت دكتورة شيماء بنتي حتى نعم شو اسمه يعني أستاذ عندما أشوف يعني يعني عندما أشوف فات اتنيويشن مو بس يعني بالسمول بول، حتى بالسيجمويد أشوف أنا كيستين ماشي كونفرنشال ثيكنينج، يعني هنا يعني ممكن أعطي يعني ككرون، بس الكرون هنا يعني إذا أشوف يعني اللارج وول الباقيات الأسيندينج والديسيندينج يعني نورمال مو نورمال، بس الفات اتنيويشن مور يعني مور بالاسيد كولون يعني او الايديوسيكال وبالسيجمويد، فهذا يعني يعني وهي الكيس يعني اكيوت، هل هي هاي يعني ريكيرنت مثلا هو الكيس يعني له هذا اكيوت، فاذا هو ما يعني تحققش اكيوت جيد اي شو فهذا عاد ال اي ايه فهذا اذا ريكيرنت ما نعرف شو هي انفلاميتري بول ديزيز، ويعني الايج نفس الشيء يعني 54 سنه، بس هو يعني هذا اكيوت، فاكيوت ممكن هذا يعني اسمه كولايتس، ممكن هذا يعني دايفرتيكولايتس اعطيها، يعني ممكن هذا يعني يعني الـ يعني ساينات اوف اكيوت يعني الديزيز اوف اكيوت شويه اكيوت، فهي ممكن بس الكوم ساين وجود الكوم ساين ممكن هم تجي ويا اسرتيف كولايتس، وممكن نفس الشيء الكومز الكرون، فالكوم ماشي ساين يعني مو سبيسيفيك الكلوكون، ماشي زين تايفي لايتس فأنا ما عندي فري فلويد، ما عندي فري فلويد، ما عندي هيموبيريتونيوم، هاي كلها ساينات يعني يعني بعدني لازم اكسكلود من النيجاتيف واكيد اجينست الاكيوت بالضبط، ممكن بداية الأكيوت ممكن يعني الـ يعني الـ الـ يعني هسه يعني هسه الكيس هسه بعد ما صار كومبليكيتد يعني يعني ممكن أو حتى acute لو on chronic أو او acute اكيوت on او يس يعني ممكن صار ممكن يعني، بس الفاتي معناته احنا اكتف يعني الكوم ساين معناته احنا اكتف انفلاميتري. صحيح ببالي شيء تسوي له في التيست في ال imaging modality هدى والله هو استاذ يعني الاورال كونتراست انطي ممكن وام ار انتيروغرافي والسي تي انتيروغرافي، بس السي تي انتيروغرافي يعني ما يسوي يعني على مود الكونترا على مود الراديشن، فلما ار ما راح انتيروغرافي يعني كل الزين يعني صح اقدر اشوف بهالكيس.
وممكن اخر شيء يعني ليس المواد، ممكن يعني كولونوسكوبيا. هدا الام ار انتيروغرافي ريبليس ويتش تراديشنال انفستيجيشن كنا نسويه سابقا. يعني هسه للسيتي انتيروغرافي افضل من السيتي، يعني هسه شنو نسوي؟ نعم احنا كوفيد انفستيجيشن كنا نسويها للسمول باول زين، بس للانما، اليوم هي للسمول باول، سمول باول للاورال، لين سمول باول صحيح. للانما. يس اوكي فين كونكلوجن هسه تقولين انه هذا كود بي اكيوت اون كرونيك، تخليني ببالي فد ممكن ليجن موجود السيجمويد استاذ، يعني السيجمويد يعني ما يخليني افكر بالكون، يعني صحيح وجود السيجمويد يعني ممكن انسرتيف كولايتس، يعني بتمشي اكثر ويا يعني لارج وول ديزيز، ممكن صحيح اللي ممكن يعني ممكن انفكشياس كوز مثل بروكتايتس، يعني لا سوري يعني انفكشياس كوز، ممكن اللي اسمه كولايتس، بس هي هاي مال انفكشن، ممكن دايفرتيكولايتس، هاي كلها ضمن يعني اكثر من ما هي كون، يعني الكون كبر ساين هذا مو السكشن، كبر لها. لا ارجع عليه احمد، ارجع كبر هذا السكشن مال السيجمويد حتى يشوفوا الطلاب. يعني هذا ديفيوز سيركمفرنشال ثيكنينج وفايبروفاتي برولابريشن وياه. اي هذا هنا أنا كلش سكند. اوكي شكرا هدى. احمد احكي لنا ابني على الكيس اذا عندك شو نعم اسمه استاذ، تفضل. صار طبعا this middle age patient يعني sudden onset acute abdomen، فيعني referred by surgeon انه في CT with contrast. استاذ الفايندنجز اللي موجوده اكو فري اكو نيمو بريتونيوم، اذا تشوفوا اكو هاي المنطقه بها نيمو بريتونيوم. اوكي يعني هي يعني مايل، لذلك ما كانت واضحه. اكو اكستنسيف بارت ستراندنج بالبريتونيوم especially باللور ابدومن والبلفس associated with يعني wall thickening and edema involving the sigmoid colon. The other finding اكو colonic diverticulosis اللي هي واضحة، اكو مرتبط هاي وحدة هنا هاي الثانية، يعني فكان الدايجنوسيس انه هذا perforated diverticulitis، فصراحة they did a surgery and it was يعني resection for this area and it was truly perforated diverticulitis. بس نشوف النيومو بريتونيوم. اي نعم استاذ، هذا استاذ اوكي صح احمد، اذا امكن نخليه لانج ويندو هذا السكشن. اي استاذ صار. تمام سالو اكو فري فلويد، اكو مايلد فري فلويد بالبلفس. ها فري فلويد، ويعني اكو اذر فايندينج انه هو عنده رينال ستونز، يعني هاي اديشنال فايندينج موجوده بايلاترال شكرا رينال ستونز، بس هي نعم صراحة كان الكوز انه هي بيرفوريتد دايفرتيكولايتس، لان اكو مالتيبل دايفرتيكولي، حتى الاسيندنج كولون هم بي دايفرتيكولي، واكو بيهن يعني فد كالسيفايد فيكال ماتيريال. مال نعم استاذ اوكي ده هاي روح عدته. ان شاء الله. colonic diverticulitis. colonic diverticulitis complication of colonic diverticulosis and one of the presentation of diverticular disease differentiating one from other is critical since uncomplicated diverticulosis is mostly asymptomatic and acute diverticulitis is potentially life-threatening illness. On imaging, non-complicated diverticulitis is characterized by focal fat stranding adjacent to colonic diverticulum, usually in the sigmoid. A small amount of extraluminal fluid and gas locule may be present. Epidemiology, the elderly patient here most common at risk, 4% of diverticulosis will go on to develop diverticulitis. Sign and symptom here left iliac fossa pain and tenderness, ممكن يكون right iliac fossa يعني بس هو most common بالسيجمويد. Fever,
leukocytosis, change in bowel movement, undefined mass may also be palpable, representing the inflammatory phlegmon. Sign and symptom also become widespread and indistinguishable from other causes of generalized peritonitis. يعني ممكن من يصير perforation يعني صعب تفرقها عن other causes of peritonitis. Colonoscopy not done during acute diverticulitis. It is only done 6 to 8 weeks after the symptoms have been resolved. يعني ورا ما تروح السيمبتوم 6 الى 8 ويك نقدر نسوي colonoscopy to rule out colonic cancer. لان ممكن ما تصير يعني overlap in between. This is because patients diagnosed with acute diverticulitis have shown a one-year occurrence risk of colonic cancer vary between 1.6 to 2.7%. الباثولوجي اللي diverticulosis develop due to bowel wall abnormality, increase intraluminal pressure, يعني chronic constipation, lack of dietary fiber. السيجمويد كولون هو الهايست انترالومينار بريشر اند ناروست كاليبر، لذلك هو الموست كومن سايت اوف دايفرتيكولار فورميشن. دايفرتيكولايتس هي ريزلت اوف اوبستراكشن اوف ذا نيك اوف دايفرتيكولام وذ سبسيكونت انفلاميشن بيرفوريشن اند انفكشن. Early changes of local inflammatory phlegmon may later progress to abscess formation and generalized peritonitis. Radiographic feature was CT, modality of choice for diagnosis and staging of colonic diverticulitis with sensitivity of 94% and specificity of 99%. الديفرتيكولا ار كاركترايزد يعني هاي اول شيء احنا عندنا الالتراساوند راح نحكي على الالتراساوند ممكن شو نشوف. الديفرتيكولا ار كاركترايزد باي برايت باول اوت بوتشنج شوينج سم ديجري اوف اكوستيك شادوينج. يعني هي الديفرتيكولا مرات بيها فيكال ماتيريال او غاز فيسوي يعني مثل اوت بوتشنج فروم ذا باول وهاي بيها اكوستيك شادو. ايكوجينيك فات اللي هو يعني انفلاماتوري بروسيس سراوندينج ذا باول وباول ثيكن اكثر من 4 ملين ممكن نشوف ابسس يعني اذا صاير ابسس. السي تي هو الموست سبيسيفيك. هاي سم بيكتشرز اوف الترا ساوند هير شو ذا اوت بوتشنج دايفرتيكولي اند وول ثيكنينج وفات سراوندينج. And here another picture, the outputting containing air. Here show abscess. يعني هاي الصورة مع سي تي نفسه هو المريض مسوي له الترا ساوند سي تي فهو هذا abscess adjacent to colon. السي تي سكان هو قلنا الستاندرد انفستيجيشن اوف تشويس يصير بريكوليك فات ستراندنج وثيكنينج اوف باول او انهانسمنت اوف ذا وول. يعني مرات يصير الوول الاوتر والانر لاير هي تاخذ انهانسمنت والبنتوين تصير هايبودنس يعني نتيجه الاديمه. دايفرتيكولر ممكن بيرفوريشن اللي هي مثل ما شفنا الكيس مالتنا اكو فري غاز بالبريتونيوم وفري فلويد ومرات ابسس فورميشن اللي هو 30% اوف كيسز ماي ديفلوب ابسس which may contain fluid gas or both. وايضا one of the complication fistula formation with the bladder with colon with bowel especially هي البلدر مرات تشوف gas in the bladder or ممكن مرات نشوف direct visualization of fistulous tract. احنا عندنا يعني عندنا uncomplicated diverticulitis اللي هي just fat stranding يصير around the inflamed colon يعني ماكو لا perforation ولا abscess ولا free fluid. Another picture of uncomplicated diverticulitis there is just thickening with mild stranding. عندنا هنا دايفرتيكولايسيس وذ لوكاليزد بيرفوريشن يعني نشوف الستراندنج اكثر اكو فد لوكيولز اوف غاز سمول لوكيولز اوف غاز اوتسايد ذا كولون فهذا دايفرتيكولايسيس وذ لوكاليزد بيرفوريشن وهذا يعني هذا اكستنسيف نيموبريتونيوم نوت لايك اور كيس ات واز ا مايلد ذس دايفرتيكولايسيس وذ بيرفوريشن اند نيموبريتونيوم. هنا عندنا الفيستولا هاي اليورينري بلادر كونتيننج غاز وهنا أنا واضح الفيستولا ستراكت بين الكولون والبلدر. هنشي كلاسيفيكيشن اوف دايفرتيكولايتس هو يقسم الى فور ستيجز. ستيج 1 هو دايفرتيكولايتس وذ فليجمون يعني بس جالس بيريكوليك فاست ستراندنج وممكن ويا ابسس يعني من الاكزامينيشن كانه ماس انفلاماتوري ماس. ستيج 2 دايفرتيكولايتس وذ وولد اوف بلفيك انترا ابدومينال او ريترو بريتونيال ابسس. ستيج 3 هو البيرفوريتد دايفرتيكولايتس لذلك الكيس مالتنا احنا اذا نريد ننطيها فممكن هي موستلي ستيج 3.
Stage 4, rupture of diverticular into peritoneal cavity with fecal contamination causing generalized fecal peritonitis. The treatment of diverticulitis, the stage 1 and stage 2 ممكن تمشي conservative treatment, يعني fluid and antibiotic or rehydration. If abscess is large, ممكن percutaneous drainage under CT or ultrasound may be beneficial. Successful rate هو 70 إلى 90% of cases. Stage 3 and 4, it is emergency surgery. The complication of diverticulitis, ممكن abscess formation, ممكن fistula, bladder, vagina, bowel, uterus, skin, ممكن small bowel obstruction نتيجة الادهيجن أو الإديمة, perforation, pneumoperitoneum, peritonitis, and sepsis. Portal venous polyphlebitis و secondary abscess formation اللي هو secondary يعني ممكن distant abscess اللي هو most common بالليفر, ممكن tubo ovarian abscess. The surgical treatment هو indication of surgery يعني stage 3 و stage 4, وال stage 1 و 2 يعني إذا صار failure of medical management و the patient we cannot exclude the carcinoma يعني overlapping مرات there is a right side أكيد. Differential diagnosis is colorectal carcinoma. If right sided diverticulitis, with differential diagnosis, acute appendicitis. Epiblogic appendicitis, ischemic colitis, pseudomembranous colitis, inflammatory bowel disease, and tubo ovarian abscess. I thank you.